السلام عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله. اليوم نعرفكم بهذا الفندق رائع راح قيد الإنشاء في بلدية ياكورن في الغابة الكبيرة جدا تاع ياكورن في دائرة عزاز قابيولات تيزي وزو. إذن هذا الفندق الرائع اللي راه يوشك على يعني الأشغال توشك على الانتهاء، واللي احنا كمراقبين للشأن يعني الهندسي والاقتصادي في بلادنا نشجع بكل قوة هذا النوع من الاستثمارات. وصح الحقيقة يفكرني هذا الفندق بالفنادق اللي نشوفها في سويسرا، يعني الشكل نتاع الهندسي نتاع الفندق هذا رائع، والشكل أظن يأتي من كون أنه المنطقة قد تكون هطول فيها تاع الثلوج، لأن الثلوج إذا كان السقف أفقي قد يحمل ثقل تاع الثلوج ويأثر على يعني المنشأة. إذن في المناطق الثلجية لازم تكون فيه السقف يكون مائل بهذا الشكل، ويعطينا سقف رائع لهذا الفندق اللي نتمنى الأمثلة من هذا النوع تعم في المناطق السياحية الغابية، ونخرج من الفنادق الواقعة على السواحل وعلى الشواطئ لكي نستثمر في البلاد ككل في كل مناطق البلاد، يعني في المناطق الداخلية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.